الحمد لله وكفى وسمع الله لمن دعا وصلى الله وسلم على النبي المصطفى والهادي المجتبى وعلى من سار على نهجه واختفى. أما بعد، فيا أمة الإسلام، هذه رسالة من أسير يرسلها إلى كل مسؤول، إلى كل عالم، إلى كل مسلم، إلى كل ذكر وأنثى. أيها المسلمون، إنني أعيش حالة عصيبة، لقد هدني المرض وأضناني الجهد، فشمس محرقة مستمرة حتى الغروب، ومعاملة قاسية، فالقيد في يدي وقدمي، كلما دخلت وخرجت أحس بثقلهما، وأي مرارة أعظم من أن تكون أسيرا في يد عدو حاقد، أي كمد أشد من أن أركع وأهان أمام علج من علوج النصارى. ولكن إلى الله أشكو غربتي، إلى الله أشكو غربتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين، وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني، أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو تحل علي سخطك. لك العتبة حتى ترضى، لا حول ولا قوة إلا بك. يا من يسمع رسالتي، ما أنا فيه من الضيق والضنك والحرج كل هذا يهون كلما تذكرت خذلان المسلمين لنا ونسيانهم لقضيتنا وعدم إثارتهم لموضوعنا، وكأننا أبناء كوكب آخر، وكأننا لسنا مسلمين. إنه لمن العار أن تتحرك هيئات غربية لتدافع عنا وسط جمود وخمول إسلامي تجاه قضيتنا، ومن العجيب أن تتوتر العلاقات بين أستراليا وأمريكا بسبب أسير واحد، وتسوء العلاقة بين الحليفتين بريطانيا وأمريكا بسبب 5 أسرى بريطانيين. أما نحن فلا بواكي لنا، مع أن عددنا قد فاق 150 أسيرا، بل إنه لولا تصريح أمريكا بجنسياتنا لواصلت الدول العربية تجاهلها وإنكارها لوجودنا. يا من يسمع رسالتنا، نحن الأسرى، إننا سنقف خصما لكم جميعا يوم نقف بين يدي الله، ونقول يا رب، هؤلاء علموا أمر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بفك الأسير ولم يمتثلوا، ولم يفعلوا الأسباب التي يمكن لهم فعلها. إننا نناشد كل غيور، نناشدهم برابطة الإيمان التي بيننا أن يتحركوا لإحياء قضيتنا من خلال وضع المحامين للمطالبة بفك ما نحن فيه، والكلام في موضوعنا من خلال وسائل الإعلام، والضغط على أمريكا وتهديدها بقطع المصالح إذا لم تخل سراحنا. والذي لا يستطيع أن يقدم شيئا فلا أقل من أن يرفع يديه في الثلث الأخير من الليل يدعو الله تعالى على الظالم والمتخاذل، وأن يفرج همنا وينفس كربنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خذل مسلما في موطن وهو قادر على نصره، خذله الله، في موطن يحب أن ينصر فيه. وقال صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وإن نسيتمونا
فلا تنسوا أهلينا وذرارينا وكفالتهم ورعايتهم، فنحن نحتسب أنفسنا، وإلى الله المشتكى. وأخيرا إلى الوالد والوالدة العزيزين الكريمين، اصبرا واحتسبا، وأكثرا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، كما أوصى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاء عوف بن مالك الأشجعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن ابني أسره العدو وجزعت أمه، فما تأمرني؟ قال: آمرك وإياها أن تستكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. فقالت المرأة: نعم ما أمرك به. فجعل يكثران منها، فغفل عنه العدو، فاستاق غنمهم، فجاء بها إلى أبيه وهي 4000 شاة، فنزلت: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وأخيرا لا تنسوا قضيتنا، لا تنسوا قضيتنا، نحن الأسرى، نحن أبناؤكم في كوبا، لا تنسوا قضيتنا، لا تنسوا قضيتنا.